أنجزت بلدية دبي 7 مشاريع تجميلية جديدة لزراعة وتجميل التقاطعات الرئيسية على شارعي الشيخ زايد والخيل بتكلفة 245 مليون درهم، وبمساحة تمتد على أكثر من 1,400,000 متر مربع. واستندت البلدية في تنفيذ هذا المشروع إلى رؤية متكاملة تسعى للارتقاء بالمشهد الجمالي لتقاطعات الإمارة عبر توسيع الرقعة الخضراء، حيث بلغ عدد الزهور والنباتات التجميلية المزروعة قرابة 2.5 مليون.